السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. غنبدا معكم الفيديو من الفطور ان شاء الله. كما كتشوفوه اتاي قهيوه، بغيت البنات نبارطاجي معكم هاد النسكافيه هادي 3 في واحد، خطيره. عاتي تقريبا من نهار خرجت وانا ما كتخطانيش، لوغو ديالها واعر واعر بزاف. انا ما كناخدهاش مع الماء، كناخدها مع الحليب. وهكا درت في الطيرات كيف ما كتشوفوا، مليويات هاد بطبوط ملوي، وحنا كنحماقوا على شي حاجه سميتها البطبوط بالزبده والعسل. الويكاند كنحاولوا هكا تقريبا، راه الفطور الوحيد اللي كنتجمعوا عليه وكنعقلوا عليه، كنفطروا في خاطرنا هو هذا الويكاند. وسمحوا لي شويه على الصوت ديالي، ضربني شويه البرد، داكشي اش كتسمعوا الصوت ديالي هكذا. المهم فطرنا كيف ما شفتوا، ضبط بواحد التدويشه، يا سلام. دابا ان شاء الله غادي ندوز عندي ان شاء الله العشيه، غادي لواحد المناسبه وغادي نوجد حالتي. بما انه مشى الحال غادي ندير هاد الكوماج. هذا عندي ديال القهوه والشوكولا ديال سوما بيو، هذا غزال البنات. هاد لاكام هادي صح، هذاك جربتها نتوما، غتشوفوا شحال دخلت فيه. ملي كنكون كنفضل انا الحاجه الطبيعيه، ولكن بحال هكا النهار اللي كيتصاب مثلا زرانه اولا كنستعمل غير هذا. المهم غادي نفزل دابا وجهي، غير واحد اونتخ بارونتيز البنات، كتشوفوني ديما لابسه هذا. علاش؟ حيت اكثر حوايجي دابا راكم عارفين الصيف نصكم، فاش فكنضطر انني نلوح عليا شي حاجه هكا اللي تكون ديال الدار خفيفه. داكشي علاش غير قبلوا عليا، غتبقاو تشوفوني بزاف كنلبسو هكا فوق الحوايج اللي عندي نصكم. بون ندوزو، كي قلت لكم هذا ديال الكوماج والشوكولا غزال غزال بزاف. غادي نجي نابليكي على وجهي، غادي نديرو حتى تحت العينين حيت فيه القهوه، غنديرو تحت العينين. وبطبيعه الحال كي قلت لكم في اخر مره ما غاديش نقومير، ما كنقوميرش تحت العين. صافي غادي نابليكي، غادي نخليه واحد 5 دقائق تقريبا عاد غادي نبدا نقومي فيه. المهم البنات حطيت الفولاركه حيت درت لها سميتو. هانتوما كي كنقول لكم دائما نقلو جوه كلشي، خليته تقريبا واحد 5 دقائق ونرجع. دابا غادي نبدا ندير ليه الكوماج هكا بحركات دائريه. واحد الملاحظه البنات، نهضر لكم على هذا الماسك بالضبط ديال سوما بيو. الا كانت لابو ديالكم ناشفه بزاف، فاش غتجيو تابليكيو عليها هذا الكوماج هذا، راه غادي تشربوا لابو، غتولي ناشفه. راه عادي سي نورمال، سورتو الناس اللي كيكونوا مثلا مهتمينش بالبشره ديالهم بزاف، هكا توقع لهم. حيت زعما صراحه هادي شفتها واحد الصديقه ديالي، حتى هي كانت دارتها وعندها البشره تاعها ناشفه بزاف، دغيا شربوا ليها دغيا لابو ديالها شربات ليها الماسك. فإلا كنتو بحال هكداك شنو غادي ديرو؟ غادي تفزكو سواء تخلوه هكاك ناشف، وغادي تبداو ديرو كوماج بحال شكل التبريمه. اللي عندها لابو سونسيبل غير تفزك وجهها بالماء وتبدا ديك الساعه دير الكوماج، لان كتشرب ليك لابو لا كريم، هاد لا كريم هادي اللي كاينه اللي هي ديال الشوكولا، ولكن كيبقاو هاد الحبيبات ديال القهوه. صافي المهم غنستمر بنفس الطريقه، كندير حركات دائريه. وهاد لازون هادي ديال تحت العينين ما غاديش نمسها، وديك الساعه نغسل وجهي. وجهي هو غسلته، عرفتي كتحصلوا على واحد الملمس غزال بزاف. غادي ندوز دابا، غادي نصايب واحد الماسك. ولكن البنات دائما القماش فاش كنديروه ملي كنغسلوه نغسلوه بماء دافي، ملي كنقولوا ماء دافي ما يكونش سخون، تحرقوا به لابو ديالكم تدخل كنمشي لكم وجهكم. دائما الماء دافي ما بين برد وسخون. غادي نبقاو دائما في اطار الشوكولا. الماسك اللي غادي ندير اليوم ديال الشوكولا، اول حاجه غادي نديروها غندير واحد المعلقه كبيره ديال الشوكولا، الكاكاو. هنا فاش تنقولوا الكاكاو راه كنقولوا الكاكاو المر، انا هذا اللي عندي من النوعيه الجيده. ديما الكاكاو فاش كيكون اللون ديالو كحل بزاف راه ماشي شي حاجه اللي راه كتكون كيقول لك هذيك غير القشره ديالو. وغادي نضيف كذلك معلقه كبيره ديال العسل. الناس اللي كيتحسوا من العسل ما يديروش هاد الماسك، غزال 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 غزال. وراكم عارفين لي سبا راه كيعتمدوا على هاد سواء القماش اولا لي ماسك ديال الشوكولا نظرا للمنافع والاهميه ديالهم.
غادي نحاول نخلط هنايا العسل مع هاد الكاكاو مزيان باش نعرفوا الكميه اللي غادي نضيفوا ديال السائل. هنايا الناس اللي ما عندهمش حساسيه من دانون مسوس يقدروا يضيفوا تقريبا غيسليو واحد المعلقه كبيره. انا عندي كنقول لكم ديما حساسيه من دانون مسوس غادي نضيف الحليب، والحليب كيكون في الثلاجه. هنايا كثرت الحليب، غنقصوا شويه، من الا جا كثير غادي يبقى ملي غادي نجي نابليكي غيبدا يجي ليا ينزل ليا مع وجهي. صافي غادي نحاول نخلط تنتاكد ان العناصر اندمجوا مع بعضياتهم مزيان. غادي نجي غادي نابليكي الماسك. دائما لقيتو البنات هاد البانسو ديال السيليكون صراحه كيساعد بزاف. بالنسبه لهادو راه كنت خديتهم في مينيسو، هي وهادي وهادوك ديال دوك المعالق زعما د العبار، واخا انا هادوك ما كنستعملهمش، غير هادو دايره شي 25 درهم. سينو راه كاين السيليكون بوحدو ضروري من الروينه، حيت ما تنشوفش في المرايه ما تيبانش ليا شنو تندير. المهم غادي نابليكي على الوجه كامل، ونعاود نقول لكم راه كاين الناس اللي عندهم حساسيه من العسل ما يستعملوش العسل، يكتفيو فقط غير بالحليب والكاكاو، ويكون شويه الخليط شفتوه راه ما درتوش جاري باش ما يبداش يقطر، كنخليه بحال هكذا. صافي غادي نابليكي على الوجه ديالي كامل، نخليه من 15 حتى ل 20 دقيقه، ونغسلو دائما الغسيل بالماء دافي. بالنسبه فاش كنساليو الماسك ندير الماء دافي تنغسل نحيد الماسك، عاد ندير الماء بارد باش نسد به لي بور. غادي نجي ندير هاد الغلوم هذا تحت عينيا، هذا خديته على حساب الهالات السوداء صراحه ما بان ليا فيه والو. دائما كنقول لكم هاد الصبع هذا فاش كنديروا الخاتم هو باش كنخدموا، لانه هو اقل جهد في الصبعان كاملين. صافي كنحاول هكا غير طبطبه خفيفه، حيت كيكونوا عندنا عريقات هنايا تحت العين كيكونوا رقاق وحساسين، الا ضربتو بشد كيتفرقعوا، داكشي علاش كيكون هنايا زرق ليكم بزاف. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوراثه وهذا داكشي علاش ديما الطبطبه كنديروها كي قلت لكم بالصبعه الخاتم. من بعد غادي نيدغاطي بهاد لاكريم ديال سيغاف، راه ديجا بارطاجيتها معكم، غزاله 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 بزاف، نصحكم خذوها. غير هو خذوها في البارا كتكون اقل ثمنا، وليدغاطاسيون كما كنقول لكم ديما بالنسبه لفمي كندير باردون كندير البورت كاريتي زبده الشيا، هي باش كنيدغاطي الفم ديالي. صافي وغادي ندوز غادي نبريباري نوجد راسي، ندير ميكاب خفيف غير شي حاجه خفيفه، وغادي نلبس جلابشي ومن بعد نعاودو نتلاقاو. البنات انا رجعت معكم، عرفتي واه البنات كاين واحد الصاد انا جيت دابا تركت به جدال، تعطلت عليها بزاف، بغيت نوريكم انتما ما درتش شي حاجه غير داكشي خفيف، سورتو كاين الصاد فولاري ما قديتش هكا نسدو، لحتو عليا في الطوموبيل غير بحال هكذا وخليتو. حاليا كاينه الشمس ضريني نيت عينيا. المهم كي قلت لكم الجليبه اللي لبست هذه اللي كنت بارطاجيت معكم د العيد شي حاجه خفيفه، وهاد الفولاره تاع البنات ديال سيليا حجاب غزالين رحمه رحمه ديال الله. ياك دابا الصهد الله يحيه ليا ماشي من داك النوع ديال الشيلان اللي كيزمتك، لا نهائيا ابدا، عرفتي والله الا غير يحيه ليا هكا ومبرد ماشي مزموت، فهمتوا اش بغيت نقول لكم؟ كاين شي وحدين كديرهم كتحسوا هنايا هاد البلاصه هادي بحال دايرين الباش، هذا لا منفس واخا هكاك. المهم جيت تركت وجدان حيت غادي نمشي مع وجدان وخالتي حلومه ان شاء الله. المهم هانتوما معنا دوزوا معنا النهار ان شاء الله، الا كتاب واريش كتسمعوها جايه كتجري فرحانه. اي وجدان البنات السلام عليكم، كي دايرين البنات لاباس عليكم بخير؟ اش كتعاودوا اش اخباركم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير. كيسولوا عليك وكيشكروا والله العظيم ما كاينش حتى شي كومونتير واحد. الحمد لله انت لا خالتي الحمد لله داك النعمه الله سبحانه وتعالى، والله الا كنحمد الله وكنشكر باينه ديك الصحبه بيناتكم ديك الصحبه الزوينه. الحمد لله كنحمد الله وكنشكر، يعني هذيك كنقولها ديما الجيهان كنقولوا حنا للربح من عندنا من هاد القناه كامل هو حب الناس وحق الله
والله العظيم هذيك هي النعمه الكبير. قولها لي اختكم يا ربي كما احببتونا احبكم الله. شكرا بزاف لي اختكم. شوفوا البنات اللي حادقه ولي عارفاش كدير شنو لبسات حوايجها سريك ولكن صافي وجابت ما جاياش متقاده. دابا هي دابا قالت لي واش دابش قلت لها شي جرى فكرتي انا قالت لي ماما جيبي معاك ما تلبسي حادقه والله الا حسن حاجه ما عرفتش كاين هذا الصهد هذا تخرج دابا والموتي قسما بالله ما عرفتش كاين هذا الصهد مع الدار عندي بارده تخرجت وكي جات كجيبه غزاله وزينيك هادي ديال ماما مسكينه حصل على الخياط ربي العيد رزقي ايوا هذا ما كان المهم نمشيو خالتي حليمه غدكم اليوم ناري ناري درت معايا 12 راه جوج ونص هادي يلا ها البنات المهم تنعاودو نتلاقاو ان شاء الله ان شاء الله. سلام عندك ايوا البنات دوزنا نهار زوين مع خالتي حلومه ووجدان خليتها حدا بهمومه ديما تنقول كمليها عارفه إيه خالتي حلومه ما تخليت حتى حدا بهمومه عارفين نجمع معها والله ما تتسخاو بها نهائيا. ايوا شحالتينا البولا خرجنا كتباني لابسه الكحل ما كتبانيش خرجنا بينا نمشيو نتعشاو شي بلاصه عندك البنات ما خارجيش داخلين ما بغاتش والله الا جبنا غير بزاز ما بغاتش تجي قالت لك بغاتش كنا بينا نمشيو ناكلو الدجاج عند واحد في السلام شكرتو ليا وجدان لا عندك دابا البنات حكموا معنا حنا تغدينا بالدجاج بالك راه ناكلو الدجاج قلت لهم لا لا قلت لك لا ما ناكلوش الدجاج قلت لهم ناكلو الدجاج ونديرو الديسير البيض الله يحفظك الله يحفظك خلتي حلومه وخلاصي ايوا صافي جينا عند داك اللي كيدير الكومبير ديك البطاطا التركيه وباستا باستا او باستا باستا انا سميتو ما كتبيش تحفظ ليا باستا باستا جينا عندو هو صراحه انا هي اللي تشهيت خالتي قالت لك بغيت بيتزا انا بغيت بيتزا كتحم على فوق من 4000 يا 4000 راه دائما عرفتي واحد التشالنج شناه زوين غنديرو وقالت لي وجده نزيدي نديرو هو المهم انت كتقولي لكم لا ما نحرقش المراحل هو كتحطي فيه شي حوايج باش كتوصلي ليهم الا وصلتي ليهم كتاخديهم قالت لنا خالتي الا بغيتي ديرو حطوا لي انا غير الزقات وما نوصلش لعبتي صعيب داك اللعبه لا لا توصلي توصلي لها ماشي في الباله توصلي لهم صحه ايوا تشوفوا راه شي حاجه سميتها خالتي حليمه بيتيها ما تناقش معاك بغيتي الحاجه وديرها لك بدون نقاش قول لها 4000 قول لها 4000 مشكله خصك تعرفي دابا هي راه كتقول 4000 راه ما مرتينا ما مرتينا هذه خلاص انا ما بقاش عندكم عرفتي الصراحه نفكر ونعطيو قلب 4000 ما لقيناش دابا دابا راه صحاب واحد كيسحب ليش انا كنهضر 4000 عمرها مسكينه شداتها 4000 صافي واخا كتصرفوا لي ماكله كيصرفوا لي ماكله عرفتي دابا والله انا فرشيه بالشلابه حيت ماما اللي فاش لبسها والله الا البنت حاسه براسي بحال جايه بالتكشيطه حيت فاش خرجي بالجمال براتي لا لا عندي انا سبحان الله الجلال كنلبسهم غير في الاعياد وهكا شي مناسبه حتى في الخدمه وهذا ما كنمشيش الجمعة لابسه انا فاش كتعجبني الجلابه نلبسها هي كرت لا انا لا انا ولفت دابا كل واحد كيفاش كل واحد كان عندي سروال عرفتي شنو عزالي لبس السهام شي حاجه ما كايناش انا كنبغي السهام والله شوفي واش دابا انت قنطك الجلابه لا ماشي مقنطانه حيت جبت معايا بيجامه بغيت نعطيها لك صافي هذيك كملات الباهيه بيجامه والله ما عرفتش بيجامه بغيتي تغداي جاب والله جاب لي راسي غير يا البنات عندي واحد القصه تاع البيجامه نعاودها لكم عمرني ما نعاود عمرني ما قلتها لك لا قلت لي على شي فيديو قصه هذيك تاع البيجامه قلت لي على شي فيديو عمرني ما قلتها لك دابا نعاود لكم قصه البيجامه انتظروها لا لا عاوتاني هذيك انت علام انت القصص ديالك ما كيساليوش عرفتي شحال من قصه عاودت لنا اليوم عرفتي اليوم تنضحكوا 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 انا بعدا والله الا عينا بالكراس وعينا بالضحك ما كنشوفش ما زدتش زنا فيهم قصه شي قصص راه شوفوا غنقول لكم يا كضحككم في يوتيوب يا كتجي لكم قصص كتضحكوا في يوتيوب والله الا الواقع اكثر بكثير من اليوتيوب عرفتي راه خصكم تلاقاو معاها مباشره وتعاود لكم القصص ديالها راه هي طريقه السرد ديالها دابا شوفي دابا الناس بينات شوفي البنات حنا بينات بحال شي لا الا قصه تربيه دابا كيديروا حلقه كلشي داير بها الله يحفظك البنات بينا حنا دابا مشينا عند اختي اختي جاو عندها الناس دابا المشكله هو الناس ملي كيجيو كيقولوا اختي على سلامتك كيقولها فينا يا حلومه حلومه انا اول حاجه تنقول لهم غير على سلامتك ولا شكون يسول عليك
شكون كلشي الناس يدخلوا لا شكون يسول عليك في التحت اللي مشيتي عندهم في الغداء ها وي اللي سولوا عليه الطلبه هادشي كانت تمام جاتني دابا هي هضرت على واحد المراه وقالت لي قلنا لها شكون عيط عليك قالت لك راه الطلبه عيطوا عليك قالت لي تبارك الله عليك بغاو يديروا الدعاء ما عيطوا عليا قالوا عيطوا على حيت هما الفان ديالي عيطوا عليا نجي لهم جيجي كاس انا هذيك سالات معايا فيها الفقير الكبير فيهم قال لي ديدي كاس والله الا العيالات اللي كانوا جالسين الا تيقوها عرفتي راه قالتها وبواحد الجديه الناس اللي كيقولوا لها واقيلا فهمتي السيستم ديالها دابا لا لا دابا فهمتي انا صافي مشيت انا ديك حاجه لوجيك راه كنعرف على لوجيك شي حاجه ماشي كافيره تطمر فيها عرفتي قبيله من حكات لي اختي قالت ليها قالت لي هذيك السيده راه كاينه الصهد قالت لها ويلي قلتي ما حالي ما كاع ما تحسي مع الصهد قلت لها مالي انا وليت كليماتيزور هي زعما قالت لها بالجمعه وداز راه غنسير الصهد قلت لها مالي وليت كليماتيزور تبارك الله عليها الجواب وقالت لها راه قلت لها حالي ما كاع ما تحسي بالصهد غالتي حليمه وخلاص ايوا الحمد لله شوفي هاد البنات راه محصليني في الطوموبيله ما نقدرش نهبط لا لا غنهبطو كاين العجاج عرفتي هاتي شنو واحد العجاج ما قلتيش شنو وقعنا دابا هبطنا من الطوموبيل بينا نديرو لكم فيديو هبطنا بينا نديرو فيديو وما جانا الطوموبيل اش قالت لنا قلت لك راه مشينا لا هي اصلا شوف هي خالتي على سبا لا ما بغاتش الناس راه ما بغاتهاش صافي انا اما نهبط ولا نطلع صافي السلام عليكم لا دابا وجبينا تتهددنا تقول لينا راه شوفوا راه الا ما دخلتوش بكري راه غدا ما غادي معكم لا بيسين لا خلاص ما خصنيش بنعاس غدا نمشيو لا بيسين لا تعومي غدا في بيسين ضروري كاع ما قلتش لي نقول باك يجيب لي البنو لا ما كنخاف نغرق انا في البيسين لا البنو ما ضروري واش البنو خصك انتي داك اش كيقولوا لي راه نجيب شومبري تاع شومبري تاع تريكتور هو اللي دومانديت تاع تريكتور هو اللي دومانديت قال لي باك فيه بياسه غيصاوبوا لي عرفتي هاد العومه د لابيسين الله يحفظ ما باش يكتب علينا سيدي ربي مع خالتي حليمه اش نقول لكم لابيسين انت كاش فيه السمك لا لا فيه الروكا ما ماشي مشكل الروكا كنتفاهم معاها السر ديال داكشي ما تلقايش ما تخافيش ماشي مشكل لا لا داك غيكون فيه داك التمساح لا واعر كلشي غير السر اللي واعر تغدى للضيا ولا غدى المهم شوفوا تسناو الفيديو ديال لابيسين اكيد غتكون شي حاجه مميزه ان شاء الله ان شاء الله غدا ان شاء الله تصبحي في حالك عندك نقدر نقول لهم ما غاداش لا 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 يا بيتي نتعبوا يا بيتي شدوا على روحي متفقين تما متفقين صراحه بغيت نمشي معاكم بيتي في الطوموبيل شدوا عليا واقيلا داكشي باش نضمنوا نسمع غتفيقوا دي ماريو ايوا المهم غادي نمشيو انتم معنا يلاه بنس احنا جينا نجيب السي فود وجهه كبطاطا عامره تبارك الله ما شاء الله وغادي نقول لكم في امان الله.